أنا يعني أرى أن بعض الناس يقولون أن مثل هذه المطالب يطالب بها 10 أفراد أو 5 أفراد، أرى أنه هناك يعني آلاف المغاربة مثلا يشربون الخمر، يعني من مبرر أن نعاقب شارب الخمر ما دام أن هذا السلوك هو سلوك يعني تم التطبيع معه داخل المجتمع؟ يعني ما دام أن هناك تطبيع مع سلوك معين، يعني تطبيع يعني أصبح سلوكا عاديا، لم يعد هناك يعني كسلوك يعني سلوك اللي هو يعني يستهجنه أو يستفز مشاعر المغاربة كما يدعي البعض، يعني فالعقاب أو العقوبة الجزرية تصبح هنا يعني تقييد للحرية الفردية وتقييد لحرية الفرد في اختياراته، وبالتالي فأرى أنه يجب رفع جميع التحفظات على المواثيق الدولية لكي تصبح يعني لتضمن الحريات الفردية بشموليتها على المستوى الكوني، يعني ولا يمكن أن نتحدث يعني على مستوى الحريات الفردية على مسألة استفزاز مشاعر الآخر أو إرضاء الآخر، لأن منطق الحرية يعني هو محدد أصلا في الشأن الفردي وفي اختيارات الفرد، يعني ما دام أنه لا يكون هناك ضرر للجماعة وللمجتمع فأين العيب يعني في هذا؟ وبالتالي تصبح هذه نوع من الوصاية على الفرد ونوع من الرقابة ونوع من القمع المسلط على الحياة الخاصة للمواطنين.